يا زلمة شو رأيك بحلقة نصف النهائي؟ صراحة كانت حلوة؟ بتجنن. اسمع على الصراحة كانت خرافية. اه والله. يا زلمة ركان شو عملت فيه بنصف النهائي؟ شو فيه؟ شو فيه؟ شو فيه؟ لا 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 يا زلمة خسرني يا زلمة يا زلمة نصف النهائي. لا يا زلمة نصف النهائي شو صار؟ يا زلمة شفت الغلطة اللي غلطها. يا زلمة طول بالك، أولاً لو جبت النقطة كان اتعادلت بس ما كان في احتمال اتأهل. بقى في احتمال بس بعدين جلى من لا يسوي يا زلمة خلص مشيها. طيب خلص. خلص. اسمع اسمع. أقول لك شو فيه؟ تعال نحضر الحلقة النهائية وننسى اللي صار. سيدر يلا يلا بينا. وانا فقير العصر العباسي يعني. انا بنزيما سمعت حكي بنزيما ماني ورا بعض معناها هون. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، رجعت لكم باحلى سلسله موجوده على اليوتيوب، سلسله تحدي 30 نسخه جامعه بير السبع. معنا المشتركين اللي قدروا يوصلوا للنهائي، معنا هون ديربي مدرسه البشائر، ديربي صف 12-2. تحيه ل 12-2. تحية أول شيء تحية للاثنين نسفك لهم. معنا هون ضياء عكاوي، معنا هون محمد أبو رياض. تكتب شيء شيء. أولا تحية للخصوم اللي لعبنا معه، لأن كانت عن جد مواجهات مش هوينة علينا وكانت كثير صعبة، ونصح إنه مرقنا ونجحنا وهيك، بس كانت عن جد صعبة وبحييهن وإن شاء الله من نجاح لنجاح للجماعة للجميع. إن شاء الله مسابقة ممتعة يا رب، وإن شاء الله بس هالحلقة بتكمل تمتع الجماهير وننبسط فيها. وصراحة أنا بحب أضيف عليه بكالو ضياء، أنا بحب أشكر قبل ما نبلش هاي الحلقة كل واحد أجا وشارك معنا، وكل واحد أجا وساعد ومد ايد مشان ننجح هذا المشروع. وشكر خاص بدي اياه يطلع اليوتيوب لكريم على استضافته، لانه استضافنا فيه هون. ويلا بينا نبلش الحلقه. يلا بينا. جاهز؟ اي نضلنا مش مهم نشكر عاد. اول فقره عندنا هي فقره ماذا تعرف. السؤال الاول في الرياضه بيقول: اذكر لاعبين لعبوا في الدوري الاسباني والايطالي عبر التاريخ، يعني لازم اللاعب لعب باسبانيا وبايطاليا. نبلش مع محمد ابو ريا. كريستيانو رونالدو. ناسي في سيدر التخمي ابراهيموفيتش. لازم يكون دول باطل عليك انت. اربعة خمسة. اوكي لا قلت لا خمسة ستراك واحد. هيجوين. موراتا. كاليخون. اربعة خمسة ستراك اثنين. البيول. رول البيول. بيبيرينا. كانافارو. اربعة خمسة ستايك ثلاثة النقطة بتروح على ضياء. مين في بعد كمان؟ ده كلكم شغله. انا هون عندنا هون حلقة النهائي الاسئلة اصعب من شو شفت. مين عندك احتمالات انت غير هذول اللي ذكرناهم؟ سيدورف صحيح. زيدان على فكرة. زيدان نسينه. بنيجي للسؤال معلومات العامة. اذكر اسم انسان يبدأ بحرف الياء. كان ذكر او انت؟ نبلش مع ضياء. ياسين. ياسمين. ياسر. يزن. يمام. يمان مش يمان مسلخان. يمان موجود. يمان طيب سنة تقولش يمان هاي. يمان يا بسيخ. في يمان من جاء. ثلاثة. يردين. أربعة خمسة سايك واحد. يمن. يمان. سايك اثنين. ياسين. قلت كال سايك واحد. يوسف. أربعة خمسة سايك اثنين. يسرى تكفي ذكي. ياسمينة. أربعة خمسة سايك ثلاثة النقطة بتروح لمحمد أبو ريا. جيب لنا حرف زي الخير يا زلمي. ونيجي لسؤال الدين. أبشر خيرك. إحنا للدين. أذكر أسماء قادة مسلمون عبر التاريخ. هسا تعال نبقى واضحين. قادة يعني بيقدر يبقوا بقوا من الصحابة، بقوا قائدين للجيش الإسلامي أو غير الصحابة. مثلاً الخلافات بنفع. خلافات مش قائد. دولة أرطغرل. أرطغرل بقى قائد جيش. إذا بقى الخليفة قائد جيش بزبط. مو هو أرطغرل الخلافة العثمانية أرطغرل. أو كلك إذا بقى قائد لجيش مسلم بزبط. هذا أرطغرل. متفقين؟ مبلش معك أرطغرل.
أرطغرل أقول أرطغرل آه. خالد بن الوليد عثمان نوع عثمان ابنه سيدنا عمر أبو بكر الصديق كاش قائد قائد سيدنا علي كان قائد محمد الفاتح عمرو بن العاص عبد الحميد 4-5 سترايك واحد أبو عبيدة من الجراح الشام أتأثر أنت سترايك اثنين الثالث سندهم سترايك ثلاث النقطة بتروح لمحمد أبو ريا الدين الأيوب شو بصر معاكو سلام الدين احنا نبلش من الاول عايز احطها بالمونتاج احطها اذكر التشكيلة الاساسية لنهائي كأس العالم عام 2022 بين فرنسا والارجنتين مش كان ارى هذا كان ابتدى كان 2022 اخر واحد اخر كأس عالم تقولش لا التشكيلة تعني بك واضحين التشكيلة الاساسية بنبلش هون مع محمد ابو ريا مارتينيز المدافع سايك واحد روميرو المدافع لوريس فران بابي مولينا غريزمان تقليقة فيكم شوميني ديبول تيو هرنانديز جيرو أربعة كوناتي سايك اثنين كوندي الفتح رابيو ميسي بافارد الفاريز بافارد لا بافارد لا وستايك ثلاث لا ضياء والنقطة بتروح لابو الرئيس بتحب الكولا والبيبسي لا مضرب الصحة غريب لانه السؤال بيقول لك اذكر اسماء شركات مشروبات محلاه يعني بتقول لي كولا بعدين تقول لي كولا زيرو مش محسوبه كولا مره واحده تمام بدنا اسم الشركه مثلا تقول لي مثلا فانتا وسبرايت بزبط كولا يلا فانتا شو قلت لي بره فانتا سبرايت اكسل بلو مش نفس الاشي بلو بزبط انت بتجيب الفاش بلا بزبط مش نفس الشركه مش نفس الشركه بزبط طول ما ده مش نفس الشركه بزبط قلتها اه ريد بول مونستر جيتورد شو اسمه نشربها يا اخي فيروز هذا مش شوف فيروز لا فريشر يا زلمه اترك لي اياه شاي مستورد سايك واحد يوستي ثلاثه بيره اربعه لا خمسه سايك اثنين مش محلل عن جد برايم ريكو روبي اشربوا بس مي الا يا رونالدو ثلاثه فش 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 سترايك ثلاث يجي اربعه واحد انت بتعرف ان هذول انت برايم مين برايم هيك انتهت فكره هل تعرف نتيجه 4-1 لمحمد ابو ريا بنغش بنغش ونيجي بنفوت لفكره المزاد كم لاعب يلعب حاليا في نادي بايرن ميونخ تقدر تذكر 30 ثانية ضياء 12 عند الألماني بلشت بيلعب حالي حاليا 12 13 14 15 16 60 ثانية بلشن هسا زومر نوير بافارد سابيتسيتش المجال اليمين أوباميكانو لوكاس هرنانديز ألفونسو ديفيز كانسيلو كيميتش جمال موسيالا جنابري سنه تشوبو موتينغ مولر بالنص عندك واحد هذا الهولندي جرافي خورف ايش هي واحد و يلا ماني صحيح آه واو 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 في بالنص بالنص حدا ديختو كومان غوريتسكا غوريتسكا الماني من الماني الماني وحش عيب عليه وحش 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 تنسى غوريتسكا وتتذكر جرافيتش اذكر دول موجوده في قارتي امريكا الشماليه والجنوبيه نبلش مع ابو ريا 7 12 13 كلها كوبا كوبا بنحسبه بنحسبه دول امريكا 14 15 فوق 30 ثانية بلشت هسا مكسيك كندا أمريكا هندوراس كوبا بنما كوستاريكا بوليفيا إكوادور بيرو كولومبيا برازيل أرجنتين تشيلي الوحدة غويانا 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 متأكد في غويانا عادية في غويانا فرنسية في هذين دولتين صح في منه غويانا 100% إسا بورجيك على الخريطة زي كيف شايفك روح على الساحل الشرقي من فوق بالدولة الأمريكا الجنوبية فتحين جبولنا الدول بالثنتين الغيك بالثنتين 12 في الجنوبية و 13 في الشمالية بس فيش غويانا شيء بالجنوبية احنا غويانا غويانا الفرنسية وفي سورليما أخرى أنا متأكد أفرجك يعني الخريطة لا بالجغرافيا صراحة بالجغرافيا تختبرونيش غويانا بالإنجليزي GUYANA ما هو ده بالإنجليزي كمان خلص في منها اكيد في منها لعبنا بالانجليزي الزلمه انت حكيت بالانجليزي انا موافق خلص والنقطه بتروح لمحمد ابو ريا هلا عكر مش الجمهور يعني هاي الجمهور اذكر بلاد موجوده في الداخل بمنطقه مثلث
شو المثلث تبعكم يعني انتو؟ ايوه ركز معنا بين مصمص لحد كفر قاسم. بس بلاد عربية وهدية ولا عربية؟ بس بلاد عربية. ثمانية باطل عليك. تسعة عشرة. روح اسف اهل المثلث يعني حقوا عليك. مش عاجب لي لا تحكي لهون طوالي. 30 ثانية بلشين هسه. كفر قرع، مصمص، جات، الزيمر، ام الفحم، شو اسمها لحد كفر قرع معلنا، الطيبة، الطيري، قلنسوة، كفر قاسم، باقة، جلجولية، جات. خلص جات كلها. المثلث لازم تحبوني وحياة الله لازم تحبون. كم فريق كرة قدم انجليزي لا يلعب بالدوري الانجليزي الممتاز تقدر تذكر 30 ثانية؟ ايش عادي بتستناه؟ يلا تفضل اعطيني كده. واحد. واحد. اثنين. ثلاث. اربعة. كيف اربعة؟ خمسة. ستة. ولك شو؟ متطور بين صفك. يلا ثلاثة. اربعة. الله يروح. وقتك ببلش هسا. كيو بي ار، ساندرلاند، ميدلزبرا، بورنموث وبورنسموث. بورنموث بيلعبوا. بيلعبوا؟ اوكي. بلاك بيرن هاي خمسة. ضل واحد. رينجرز لا تعد رينجرز مبلا رينجرز اسكتلندي. طلع انت ضايل معك 12 ثانية وقتك ببلش هسا. بيرلي بعدها بيرلي نيوكاسل حدا اللي سقط يا اخي حدا اللي سقط انا عارف خلص هات النقطة. ايش انت حكيت؟ حكيت بيرلي؟ حبيبي لا هالسؤال ضياء عكاوي محفور عليه تفضل احمد العجل بقول لك خمسة لا لا يعني ولا تروح ستي بقول لك لا ستي بقول لك لا 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 بتبين احسن بتبين احسن انا ضعيف وقتك ببلش هسه. احمد العجمي مشاري العفاسي ياسر دوسري ومهر المغلي هيك خلصت معنا فكرة المزاد في نتيجة 6-4 نروح للفقرة الحاسمة فقرة الجرس. هسا بس بدنا نجيب تقنية الفار الخاصة تبعتنا. ضبطني بالفار. طبعا كل واحد منكم معاه يطلب الفار مرة بس. السؤال بيقول ما هي وحدة قياس سرعة السفن؟ هون. سرعة الايش بس بالسفن؟ سفن. MPH غلط. سفن؟ كلمة للساعة. خطأ. عقدة. مرحبا طيب شو بعرفني وتضيع علي بعرف انا قلت انا قلت وحده اول مره بس ما فيها صراحه اخترعت على الطريق كيلو نيوتن للمتر شو كيلو متر للثاني شو وحده قياس الساعه عقدي متى كانت اخر متى كان اخر لقب دوري حققه نادي بروسيا هون دورتموند ما كلوب اي سنه 2012 صحيح ما هي الصوره التي كانت سببا في سلام سيدنا عمر ثلاثة طه صحيح ضايل معكم سؤالين والنتيجة حاليا سريع شايفك النتيجة حاليا 6-6 من هو مؤسس شركة أمازون هون ما أعرف إيش جاب جيف بيسوس صحيح من هو مؤسس دولة العثمانية متى حقق جوزيه مورينيو دوري ابطال اوروبا مع ما استنى هون في فار كمل هون في فار استنى تقول شوي اوكي شوي شوي حقق مورينيو كنا نفحص الفار شوي 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 بس قلت انت دوري ابطال وقفت نجاوب الاول دوري ابطال وقفت 2010 خطا قبل سنه ما ضلش غير هيك لازم تكمل السؤال الثاني 2004 بورت بس ما ضلش غير 2004 يعني بورت انا قلت ان البورت مستحيل يجيب لي بورت فقلت الانتر دوف هذا موز مايك مايك مالكش متى اخر مره هو صح انا لما سمعتش اخر عشان هيك هو قال لك اخر مره السؤال مقدم من اخوي عبد الله عبد الله والله ظل نركض وراك لكفر قاسم اول اشي بنحب نبارك لاخونا محمد ابو ريان مبروك مبروك بالتوفيق
حاليا هو حامل لقب دوري تحدي 30 في جامعة بير السبع. أنا قادم إلى ضياء. ألف ألف مبروك لك للمقام الثاني. وعن جد الصراحة يعني هاي المباراة كانت نارية جدا لدرجة أنها وقفت على آخر سؤال، ولولا تسرعك شوي انت غدرتني بس يلا ما علينا. بصراحه انا ولو اثنين مدريديه واثنين مشجع ريال مدريد، اثنين مدرسه البشره، اثنين تعلمنا مع بعض، فاللي اخذ اللقب مدريدي خلص انا مبسوط. طب المفروض هسه انكم انتم بما انكم انتم اثنين من مدرسه البشائر من صف 12 2 تقولوا على كل اللي للاكاديمي يشوفوكم يشتركوا وينشروا. اولا اللايك والسبسكرايب ما ننساش. طبعا مسابقه رهيبه رهيبه رهيبه، كل متسابقين فيها على مستوى رهيب عن جد. يعطيكم ألف عافية، يعطيك العافية خيارة كان على التقديم والتحضير وكل شيء، وعلى الاستقبال خيار كريم. بارك الله بالشباب جميعا. وهيك ختمت مسابقة تحدي 30. بتمنى إنكم أنتوا حبيتوا هاي المسابقة. منحب نبارك للبطل محمد أبو ريا. للأسف ضياء ما قدرش يتواجد معنا اليوم. أبو ريا تفضل، هذا الكاس صار لإلك ومن حقك، ما حدا بيقدر يأخذه منك بس إذا غلبك. تفضل. تسلم تسلم. مبروك. تحب تحكي كلمة قبل ما نخلص الحلقة؟ طبعا أولا نحب نشكر الشباب كل هذا اللي شاركت، كانت على مستوى عالي. نحب نشكر أخونا ركان على الاستضافة والاستقبال وكل التحضير الموجود. ونحب نقول هذا الكاس للجميع، اللي شايف حاله قدها يجي ياخذها. اوكي. وكمل ما نختم، اول شيء بحب اتشكر كريم على استضافته في معونه، بحب اتشكر سعيد على انسحابه من المسابقه واجعلنا ابو عواد، بحب اتشكر عن جد كل واحد شارك، شكرا لك توفيق. وبحب بس اوضح نقطه صغيره، توفيق هو بك صاحب هاي الفكره وانا اللي نفذتها. بحب عن جد اشكر توفيق على هاي الفكره. سبت هذا توفيق. وإذا بتحبوا تشوفوا إشي ثاني بتحبوا نسويهم بالجامعة، اعملوا لايك شير سبسكرايب، اكتبونا بالكومنتات. بنشوفكم بالأيام الجاي، كل عام وانتم بخير. السلام. شو الوضع؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله كله تمام زلمة. غلبك غلبك خير. شو فيه؟ قلت لي الجائزة أكثر من 200 شيكل، مع احترامي للكاس هذا مش 200 شيكل. صحيح، مشان هيك بحب أقول لإلك ولكل اللي قاعدين بيشوفونا، المشكلة اللي صارت انه انا وصيت له على الهدية، ولما توصل راح انزلها عندي ستور بالانستغرام وراح اعطيك اياها، وراح انت تنزلها وراح تعمل لي تاج غصب عنك. وتخافوش انا بوعد بشغلي بوفيها.